السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوان والاخوات الكرام مرحبا بكم في الحصيله اليوميه الوبائيه في ايطاليا وفي المغرب كما كتلاحظوا معايا كاتب الحمد لله اخبار زوينه اليوم الحمد لله كان اخبار لي ممتازه خصوصا من المغرب يعني الحاله الوبائيه في المغرب الحمد لله كان واحد الخبر اللي هو مفرح حتى في ايطاليا الحمد لله القضيه راه غدا يعني مزيان، غادي نشوفوا اخبار اللي هي مزيانه ومهمه، الناس اللي كانت كتسول على ذاك البونص ديال ديال اصلاح البيوت، راه غادي ندوي لكم عليه، كذلك الناس اللي كتسول على البونص ديال بيشي في اخبار جديده، يعني هذا هو وقت البونصات، الدوله مخرجة قانون ديال البونصات غنحاولوا نتكلموا عليهم ونحاولوا نشوفوا فيهم جديد، وكذلك نشوفوا الاخبار اللي هي مهمة، ونبداو بالحصيلة الوبائية ايطاليا والمغرب. بحال بحال نبداو بايطاليا نشوفوا ايطاليا أه هي الاولى كيف ما كتلاحظوا معايا اليوم سجلت 669 حاله أه اصابه في اخر 24 ساعه البارح كانت 650 يعني فرق ما كاينش يعني بحال البارح العدد الاجمالي كيرتفع ل 1229 1327 فيما يخص الناس اللي تشافات راه كنتكلموا على 2120 البارح كانت 2160 ربما الا ما ما خدتنيش الذاكره وكنتكلموا على يعني نفس الحالات اللي تسجلت البارح كنتكلموا على 138 ألف وأربعين حالة شفاء في إيطاليا منذ بداية الوباء كذلك الناس اللي توفات يعني كنتكلموا على 119 يعني تقريبا نفس الارقام ديال البارح يعني اليوم فوتوكوبي على البارح اخوان من ناحيه الارقام في ايطاليا كنتكلموا على 32 الف حاله و 32 الف و 735 حاله وفاه في ايطاليا للاسف وكذلك الرقم راه غادي كينقص الحمد لله 57 الف و 752 شخص اللي كياخذوا كي العلاج علاش حيت هما حاليا حاملين الفيروس بمقارنه بالامس ناقصا 1570 شخص علاش حيت شافوا بطبيعه الحال نمشيو يعني نشوفوا العدد ديال التحاليل اللي داروا في ايطاليا العدد ديال التحاليل اللي داروا في ايطاليا اخوان كيف كتشوفوا معايا راه كنتكلموا على 72 الف تحليله دارت في ايطاليا البارح كانت 75 الف تحليله ربما البارح كانت 75 الف تحليله بالفعل اليوم تنينو اليوم 72 الف تحليله وهنايا راه كيبينوا لنا شحال من شحال من شخص داروا ليه تحليله كما كتشوفوا معايا اليوم 23 شهر 5 راه دارت التحليلات دارت لي 42 الف شخص يعني علاش الـ علاش الـ 72 الف هي اللي كاينه حيت بعض الناس اكثريه الناس كيديروا لهم تحليل جوج المرات باش ما تكونش تحليله كاذبه يعني خاص يديروا لهم طابوني جوج المرات بعض المرات كيقدر واحد يكون يعني بوزيتيف وكتعطي كتطلع لهم نيجاتيف خاصهم يديروا ليه الثانيه باش يتاكدوا كذلك نشوفوا الناس اللي في السبيطار وفي الدار وفي الانعاش كما كتشوفوا معايا 48 الف و485 شخص كياخذوا العلاج ديالهم في البيت علاش حيت ما عندهمش اعراض ولا اعراض خفيفه كذلك 8695 ديال الناس كياخذوا كي العلاج ديالهم في المستشفى و572 كياخذوا العلاج ديالهم في الانعاش الخبر اللي هو اليوم يعني شويه هو اللي خايب كاع هو اللي عند لومبارديه الحالات كتسجلوا فيها كثيره بزاف لومبارديه كتسجل 441 حاله 441 حاله مقارنه بالامس البارح كانت 293 يعني زيدة واحد مية وخمسين حالة تقريبا اللي زيدة إيميليا روماني كتسجل 43 ناقصة الفاني كتسجل تسجل عشر حالات ناقصة بيمونتي كتسجل ستين ناقصة يعني كلهم ناقصين إلا بيوم إلا لومبارديا الماكي ربعة الحالات ليغوريا ثمانية وثلاثين حالة كامباني حداشر حالة توسكانا 12 حالة سيشيليا مكاين حتى شي حالة لاتسيو 18 حالة فريولي فينيتسيا جوليا ست حالات هاد فريولي فينيتسيا جوليا راه مكانتش كتسقم ليا في راه صعيبة في ديالها <applause> راك <applause> كنقطع شحال الفيديو دابا الحمد لله ولات كتسهل لينا في, في النطق ولا تساهله كذلك لابروتس واحد بوليا 8 اومبريا كاين حاله واحده بولتسانو ما حتى شي حاله كالابري ما حتى شي حاله سردينيا كاين حتى شي حاله فاليدا اوستا ما حتى شي حاله ترينتو كاين سبعه الحالات مونيزي خمسه الحالات وبازيليكاتا اربعه الحالات يعني الحالات يعني الايطاليا مستقره الا لومبارديا اللي مره كتنزل مره كتطلع و وغادا بحال ما كذلك في كيف قلت لكم انا البونص ديال اصلاح البيوت الاخوان كيف ما لاحظتوا معايا راه كنت نشرت الفيديو اليوم اللي بغيت تفرج فيه راه هو هذا دابا الناس اللي باغا تصلح الدار ديالها واخا في كوندومينيوم انت باغي تصلح الدار ديالك ما في الناس الاخرين اللي ساكنين معاك باغي تبدل الدوش باغي تبدل الشراجم باغي تبدل البياتو ريكو اي حاجه بغيتي ديرها يعني في هذا الفيديو راه كنشرح لكم كل شيء يعني على البونص ديال الايكو بونص وسيزما بونص وكاين حتى البونصات ديال اه اصلاح الدار اللي قبل ما يجي هذا القانون ديال ديكريتوري لانش يعني كانوا ديجا قبل كان الناس كتستافد منهم يعني حاولت نشرحهم لكم يعني شوفوا هو تقدروا تستافدوا منه ان شاء الله كذلك من ناحيه البونص ديال بيشي من الاخبار اللي كاينه جديده يعني راه قريب ينطلق الموقع اللي تقدروا تطلبوا منه البون من الحوايج اللي جديده واللي تقدروا اللي تقدر تفيدكم هو انه ما كيتعطاش العائله وحده يعني الا كانوا كاع اربعه الدراري عندكم اكثر من 18 سنه ولا اربعه الناس العائله بغاو يطلبوا هذاك البونص راه غياخذوا اربعه البونات فولي سورا كويستاري بري زامبي كواترو افرانو ديريتو كواترو بون يعني اللي بغا يشري اربعه اللي راه ما كاينش غير بيكالات راه كاين المونوباتين وحتى هذاك هذا هو كاين هذا في سميتو تقدروا تشريو هذا بيكالات ولا واحد اللعبه اخرى حتى هي كتشرى حتى هي بالضو كتخدم يعني كتقدروا تستافدوا منها كذلك نمشيو نشوفوا الحاله الوبائيه في المغرب الحاله الوبائيه في المغرب يا اخوان راه هي هذه عندنا اليوم تسجلت في اخر 24 ساعه 74 حاله اصابه والعدد الاجمالي كيرتفع ل 7406 الناس اللي دارت لهم التحليل وتم الاستبعاد ديالهم راه بحال البارح كانوا عاليين بزاف وحتى اليوم الحمد لله عاليين بزاف راه كنتكلموا على 10000 او 85 شخص اللي دارت لهم التحليله وتم الاستبعاد ديالهم العدد الاجمالي ديال الناس اللي دارت لهم التحليله وتم الاستبعاد ديالهم راه كيوصل ل 126 الف واحد في المغرب دارت لهم التحليله وتم الاستبعاد ديالهم يعني رقم ممتاز جدا فيما يخص الحالات ديال الوفاه للاسف كاين مول شخص اليوم الله يرحمو ويوسع عليه كنتكلموا على شخص واحد والعدد الاجمالي كيرتفع 198 حالة اصابة فيما يخص الحالات اللي تشافاو راه كنتكلموا على 261 الحمد لله 261 شخص اللي تشافات في اخر 24 ساعة العدد الاجمالي كله كيرتفع 4638 وثمانية وثمانية وهاد النسبة ديال الناس اللي تشافاو تاهي كترتفع على 62% ديال الناس اللي مرضوا في المغرب راهم تشافاو الناس اللي كياخذوا العلاج حاليا في المغرب راهم 2570 نشوفوا هاد 8 هاد 74 حالة فين كاينة في المدن في الجهات بطبيعة الحال الدار البيضاء ستات ديما هما الاولين 55 حالة ولكن آه يعني راه عدد كبير في هذه المناطق الحمد لله نتمنوا انه ينزل نتمنوا انه ينزل العدوى في هذه المنطقه ديال الدار ديال 16 فيما يخص المناطق الاخرى طنجه الحسيمه 9 مراكش اسفي 6 فاس مكناس جوج والشرق جوج الشرق راه مده وزمان هذه راه شي 3 ايام ولا 4 ايام ما سجلوا حتى شي حاله وقبل منها كانت شي سيمانه ما سجلوا حتى شي حاله دابا راه كيسجلوا حالتين يعني بعض المرات الفيروس كيختفي حتى كيبان يعني رقم نتمنوا حنا هذا الوباء يمشي علينا يعني الدول العالم كاملة مش غير المغرب ومش غير ايطاليا اما فيما يخص الحاله الوبائيه في العالم كيفما كتشوفوا راه 5 مليون و الف و واربعتاشر شخص اللي تصابوا يعني هذا الرقم راه كيجر رحلات علاش حيت في العالم بعض الدول يلاه بدات تكتشف الفيروس يلاه بدات العدوى عندها بحال من بحال الهند بحال روسيا بحال البرازيل أه يعني هاد البلدان اللي يلاه دابا حاليا امريكا راه غارقه فيه منذ زعما تقريبا شي شهر غادي نمشيو نشوفوا الدول اللي اكثر دول كتسجل الحالات كيف ما كتشوفوا معايا هنا الدول اللي كتسجل حالات بزاف امريكا البارح سجلت 24000 حالة إصابة البرازيل 19900 كاينه كاينه مو على 20000 إصابة في البرازيل والحالات كيوصلوا ل ألف حالة العدد ديال الوفيات في البرازيل راه كيوصل ل 21000 روسيا البارح كتسجل 8894 اسبانيا كتسجل 1787 الانجليز كيسجلوا 3287 آه يعني هادو هما الدول الاكثر تضررا هذا الشيء البارح اليوم راه باقي الارقام ما خرجوش فرنسا البارح شحال سجلت من حاله نمشيو آه نشوفوا فرنسا 300 قلنا و93 اليوم باقي الرقم ما خرجش آه المانيا البارح سجلت 692 يعني ايطاليا وصلت على المانيا يعني ديك الحالات اللي كتوصل في المانيا دابا راه كتسجل حتى ايطاليا تقريبا نفس نفس العدد غير يعني هو الخلاف كاين في العدد ديال الاموات المانيا كتسجل 40 وما الى ذلك يعني 40 30 50 وايطاليا كيبقى تسجل في عدد كبير فيما يخص افريقيا اخوان غادي نمشيو نشوفوا جنوب افريقيا عدى ألف حاله آه مصر 15786 حاله الجزائر 7918 حاله المغرب كما شفنا وعندنا نيجيريا 7261 حاله الدول اللي كدير التحليلات بزاف وكيبقاو كما قلت لكم المغرب رابع دولة من بعد جنوب افريقيا اللي وصلت نص مليون من بعد غانا من بعد مصر وكيجي المغرب كرابع دولة في افريقيا كدير التحاليل نتمنى ان الفيديو يكون وصلنا للاخر ديالو ما تبخلوش عنا بلايك وتعليق تهلاو في ريوسكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله